بص السيناريو السيناريو ده احنا عارفينه، انا الاهلاوي مش عارف هتبسط غير من السيناريو. السيناريو تاني خالص، بعدين هنبقى نشرحه بعدين مش الفكره دلوقتي. ان السيناريو ده بجد في امانه السكريبت تحس ان هو مكتوب يعني، بس المره دي كانت اوفر شويه يعني، كانت سهله جدا جدا. واحنا قلنا، انا بصراحه انا قلتها كتير، قلتها ان اي حد فرص عايز يخرج الاهلي البطوله كانت فرصته في ماتش سان داونز للاهلي بصراحه. لا هي ضربة الجزاء بتاعت قطر صن طاهر، بتاعت قطر الهلال دي، طاهر، حارس قطر حارس طاهر. مرمى صن داونز. لا انا قطر طاهر بالنسبه لي بصراحه، حتى امبارح هو قطر طاهر دخل امبارح ضيعها الثلاث اجوان، الثلاث اجوان من عنده. بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله عليه، ليه بصمه. والله نتكلم عليها يعني، قطر الطاهر بصراحه يعني ربنا سبحانه وتعالى ده شريك معانا يعني امبارح، سخره ان هو بصراحه كان له يعني فضل كبير معانا. ان احنا تصدق الناس في السوشيال ميديا بتنسب الفضل لحارس صن داونز، انت انسبت الفضل لقطر الطاهر، دي حاجه طبعاً. صح وش لا طبعا معلش خلينا نتكلم بمنطقيه الاول، لانه قطر الطاهر طبعا كان عايز الهلال يكسب باي طريقه، ولكن هي اخطاء واضحه الحقيقه فنيه واضحه يا احمد فيما يخص هذا الامر، لانه مبدئيا كده انا بشوف ان الناحيه الدفاعيه عند فريق الهلال يعني اقل من المتوسط، قد تكون الناحيه اذا كنا بنتكلم على نادي الهلال من الناحيه الفنيه، من الناحيه الفنيه عشان ما تاخدوش الجزء اللي انا بقوله ده، فمن الناحيه الفنيه انا بشوف ان نادي الهلال في الجزء الهجومي افضل كتير جدا 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 من الناحيه الدفاعيه. طبعا بس فريق الهلال اتطور كتير عن السنه اللي فاتت حقيقي، وجابوا صفقات وماشيين بشكل كويس، ولكن عندهم مشاكل دفاعيه كتير. بشوف ان السر في الانتصار امبارح هو جمهور النادي الاهلي بصراحه، قدم ملحمه الجمهور بقى يعني من بدايه المباراه، من قبل المباراه بالتذاكر الاقبال في اربع خمس ساعات. بس كلمتين حلوين يا عبد الرحمن، اديله فانوس وهو ماشي ماشي خلاص، في فانوس ليك. قبل اربع خمس ساعات يعني، اربع خمس ساعات التذاكر خلصت قبل المباراه، الناس مش حاسه لا صيام ولا مش صيام، الناس واقفه خلاص كله جاي، مش فارق صيام مش من صيام، الناس بتفطر جوه الاستاد، مش يعني الفطار الحقيقي فعلا ان انت تشوف النادي الاهلي كسبان. فبصراحه تحيه كبيره لجمهور النادي الاهلي يعني، دايما وقت الشده وقت اي حاجه وقت ما بتحتاجه، انا بقول مبروك عوده الرياضه المصريه بماتش امبارح. الماتش ده او الجمهور ده، انا حضرت مباراه الاهلي والزمالك اللي هي 4-3 اللي هي سنه 2007، نفس الشكل بالظبط، نفس الشكل يعني، تحس ان الاجواء بدات ترجع تاني، الكوره بتاعه زمان اللي هي الهدفين بتوع كابتن اسامه حسني، نفس الشكل يعني، نفس الشكل بالظبط، تحس ان الاجواء بدات ترجع تاني، الحماس الجماهيري المتواجد ده حاجه مهمه جدا، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم نحيي بصراحه الامن ووزاره الداخليه، كامل التحيه ليهم على ويعني الامن اللي حسينا بيه. اولا الدخول كان سهل جدا في المباراه، التواجد بالاعداد دي باكثر من 50,000، دور كبير جدا لوزاره الداخليه في المباراه دي، فتحيه كبيره ليهم، دور كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي برضو، ما ينفعش ننساهم قبل المباراه والمجهود اللي قاموا بيه، وان الماتش يبقى ب 50,000 متفرج دي حاجه برضو تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، فتحيه للقائمين ده. ودايما النادي الاهلي هو اللي بيبقى يعني ايه، هو اللي بيبقى رساله او هو اللي القدوه بتاع الفرق، ان شاء الله لما تشوف 50,000 بعد كده ان شاء الله. على فكره هم كانوا اكتر من 50,000 كمان يعني، الاستاد نتكلم عن العدد الرسمي، العدد الرسمي كان 50,000، ولكن دي يعني تبقى بدايه، خلينا نتكلم ان الصوره دي والشكل ده بتاع الجماهير ده تبقى بدايه للماتشات اللي جايه، تبقى بدايه فعلا لعوده، لان الكوره من غير جمهور ملهاش طعم، الكوره اساسها هي التواجد الجماهيري، فاهم مكسب امبارح هو تواجد وعوده جماهير النادي الاهلي. انا لسه كنت بقول لكابتن اسلام قبل الهوا، مش قبل الهوا في اول فقره، كنت بقول له ان السلعه او قيمه سلعه كره القدم او منتج كره القدم من غير جمهور خسران ماديا كتير جدا. صح. يعني هو فعلا القيمه بتاعت الدوريات العربيه دلوقتي اللي شغاله وخدت مننا يعني شو اكتر. صح. ان هم عاملين حضور جماهيري وشو جماهيري حلو، المفروض ان ده كان بتاعنا احنا في الاول يعني، كان في بلاد ما بتعرفش تحط 2000 واحد في المدرجات، دلوقتي بداوا يبقى عندهم مدرجات مليانه، وبداوا تسويقيا بيعرفوا يجذبوا الناس ان هم تروح الاستاد. احنا من غير اي وسائل جذب اسم النادي الاهلي، بس في تذاكر اتعرضت بتخلص، احنا خلصنا 50,000 في 7 ساعات تقريبا يعني. صح. فبالتالي اضافه جمهور النادي الاهلي لقيمه السلعه او المنتج بتاع كره القدم ده، مش جمهور النادي الاهلي، الجمهور عموما يعني، هيضيف اكيد للمنتج كتير جدا. صح. الرياضه صناعه، والنهارده ده تواجد، كنا دايما بنقول في تونس تلاقي العدد كبيره، في المغرب تلاقي العدد كبيره، كانت مصر كمان هي دايما اللي بتبقى رقم واحد في الحاجات دي، فالحمد لله على العوده، ودي العوده من خلال جماهير النادي الاهلي. وبصراحه بنشكر وزاره الداخليه، دي النهارده اهم حاجه، النهارده دور وزاره الداخليه بجانب في التامين امبارح بصراحه، لا السلاسه في التامين والدخول والخروج يا كريم كان لها دور مهم جدا 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 جدا، فمكسب مهم
في ظل تواجد او بنفتح الباب مره اخرى لعوده الجماهير او النادي الاهلي وجمهوره بيفتحوا الباب مره اخرى مع التعاون مع وزاره الداخليه بيفتحوا الباب لعوده الجمهور لكل الانديه. انا هبقى سعيد جدا لما الاقي جمهور نادي الزمالك متواجد، جمهور نادي الاسماعيلي، جمهور نادي المحله، جمهور نادي جدول الدوري ترتيبه هيتغير يا كابتن بوجود الجمهور. يعني في بعض الانديه هتتاثر جدا. الجماهير كلها شعب واحد، يعني احنا بنتكلم برضو على جماهير كره في مصر اللي هو شعب مصر. يعني في الاخر احنا طبعا اكيد يوم هو 80% اهلاويه، لكن ما فيش مشكله 80 بس لا 80 بس